سحر الصحراء وعمق التراث هو شعار الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز. وخلال ندوة صحفية التي تأمت بالعاصمة، تم التأكيد على أن هذه الدورة كانت تحدياً بالنسبة إلى الهيئة المديرة التي أصرت على أن لا تخلو الساحة الثقافية والسياحية بربوع الجنوب التونسي من أحد أكبر المهرجانات التي تقصدها الجماهير من داخل البلاد وخارجها. وتجدر الإشارة أن احتجاب الدورة 53 خلال السنة الفارطة أحدث فراغاً كبيراً بالجهة، وكانت له تداعيات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي، باعتبار أن المهرجان يساهم في إحداث حركية هامة في القطاعين السياحي والحرفي بالجهة. تحتفل دوز مجدداً بهذا العرس إن شاء الله، ولهذا كنا عازمين على رسم برنامج يليق بالدورة 53. إن شاء الله بعد ما شفته وتابعته الندوة الصحفية قدمنا فيها كل تفاصيل البرنامج اللي نتمنى يكون ينال إعجاب أهلنا في دوز وكل ضيوف المهرجان وكل الناس اللي تعرف المهرجان دول للصحراء بدوز. وفي السياق ذاته، عملت الهيئة المديرة على تجديد في المحتوى مع المحافظة على الطابع البدوي التراثي الذي عرف به هذا الحدث الثقافي السنوي، وما يميزه من لوحات تجسد عادات وتقاليد البدوي في حلهم وترحالهم. إن شاء الله باش تشوفوا في هذه الدورة الملحمة، عرض ملحمي كبير للمخرج حافظ خليفة وموسيقى الأستاذ رضا بن منصور وأشعار شاعرنا الكبير البشير عبد العظيم. كذلك باش تكون إن شاء الله سهرة عالمية للبطولة العالمية للكينج بوكسينج، وهي باش يتنافسوا فيها على زوز بطولات عالمية وبطولة إفريقية بمشاركة العديد من الأبطال العالميين إن شاء الله. كذلك تنوع المعارض، إن شاء الله ثم معرض للصحراء، معرض اكتشف الصحراء، معرض التمور من المنتج للمستهلك، معرض الصور الفوتوغرافية التي توثق تاريخ المهرجان، معرض الأعشاب الطبية، والمعرض التجاري طبعا اللي هو كل سنة. وفيما يتعلق بالإجراءات الصحية التي سيتم اعتمادها للمحافظة على سلامة الوافدين على هذا المهرجان، فقد أكد رئيس بلدية دوز أن المدينة أعدت تصوراً سيتم مناقشته مع اللجنة الصحية ومع الصورة الجهوية والمحلية ومختلف المتداخلين في هذا المهرجان، والإعلان إثرها على أهم التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إنجاح هذه التظاهرة من جهة، وتطبيق البروتوكول الصحي الذي يحمي الوافدين من جهة أخرى، معبراً عن أمله في أن يساهم التحسن الكبير في الوضع الصحي بالبلاد والتقدم الهام في نسبة التلقيح في ضمان نجاح الدورة. معنا شركاء في الوضعية هذه كالهلال الأحمر مشكورين، كالكشافة، إطاراتنا الصحية، إطاراتنا الأمنية، إن شاء الله بحول الله منا باش تعدى دورة ممتازة، ومنتظرين أنها باش يكون عدد رقم قياسي عدد من الوافدين السنة بعد غياب السنة الفارطة. دورة جاءت بعد غياب السنة الفارطة أعدت لها الهيئة المديرة إجراءات دقيقة وصارمة لإنجاح هذا العرس التراثي والحفاظ على سلامة الزائرين. أهلا بكم مشاهدينا، نحكي كرة، نحكي ترشح، ونحكي فرحة متاع التوانسة. لكن قبل ما نحكي كرة، بحذنا سي لسعد الشابي مدرب الرجاء البيضاوي السابق، وكذلك سي إبراهيم الوسلاتي المحلل الرياضي الشهير. وأنا لا نفهم شوية الكرة، نفهم شوية، ما قبلي تحضر عملاقة الكرة ما تواحد يتبع. لكن هيت قبل نفسح المجال لفعل الخير وربي في الجميع، فما عملية لبيع وشراء بالنسبة لنقول احنا مارشي نويل او بمناسبة نهاية العام، وحاضرة معنا الزميلة الصحفية ريم بن غربال الورغي اللي قاعدين ينسقوا لي عملية مع قرية اس او اس قمرت. مساء الخير ريم. مساء النور العزيزة، ونحب نشكرك برشا برشا العزيزة إنصاف على هاللفتة الكريمة من برنامجكم، وشكرا على هذه اللفتة. يا حايش كلالة، فهمتني الموضوع، قلت لك كريم لازم نتصلوا بيك وانت تقدم الموضوع، خاصة الناس اللي مهتمة انها تحب تعمل دو بون زافير، تعمل مشتريات قيمة وباهية وفي نفس الوقت تعمل الخير.
هذا هو هو في النهاية هو مهرجان الهدايا لآخر السنة. نعرف أن احنا اليوم التوانسة يشريوا لكادو في آخر العام ويحبوا معناها يفرحوا بنهاية العام وبداية العام الجديد وهذه دخلت في عاداتنا. حبينا نعملوا حاجة فرحة بمناسبة العطلة، نحن أول ويكاند في العطلة دونك حبينا نعملوا فرحة ولكن فرحة خاصة جدا جدا، وهذا كعرف مسؤوليتنا الكل باش نحضروا ونمشيوا لأنه هالمهرجان الهدايا هذية باش يصير في قرية أطفال SOS دمر. نحن عملناها انطاف على خاطر في وقت من الأوقات تعرفوا اللي أطفال القرية والقرية بكلها هي الجمعية هذه أطلقت صيحة فزاع وقالت نستحقوا للإعانة نتاع التوانسة باش يتفكرونا ويعاونونا ويتفكروا حتى الصغيرات. جات الفكرة في آخر العام باش نعملوا مهرجان هدايا. طبعا الاكسيون هذه نقوموا بها بالاشتراك مع جمعية بيتونسي اللي هي تقوم برعاية ليزارتيزون الحرفيين، دونك ثم مجموعة من الحرفيين بالضبط عددهم 40 حرفي وحرفية باش يعرضوا منتوجاتهم اللي هي منتوجات تونسية باش يعرضوها على امتداد آخر الأسبوع يعني نهار السبت ونهار الأحد، والمراضيح اللي باش تصير في هالايامات هذوما الكل باش يمشيو الى اطفال قريه SOS قمر. نهيب الجميع اللي يتابعوا فينا، اللي السوق باش يكون غادي في قريه SOS قمر على عين المكان. هذا هو وفرصة احنا انا فما مفتوحة باش يكون ثم طونت كبيرة فيها ليزيكسبوزون فيها العارضين ثم انيماسيون خممنا في الصغار بما انه العطلة دونك حضرناهم بالالعاب وحضرناهم بزاتوليي وخممنا فيهم بالكدا صغيرات باش يجيو يتفرهدوا ويتعرفوا زاد على صغيرات القرية، حاجة مهمة برشا وقت اللي صغيراتنا واولادنا يتعرفوا على اولاد اخواتهم اولاد قرية SOS دمر. دونك نهار السبت ونهار الاحد ابتداء من العاشرة صباحا الى حدود السابعة مساء يكون العرض هدايا مهرجان الهدايا اللي طبعا اهم حاجة فيه نأكد عليه اللي هي المراضيح راهي تمشي الى القرية معناها نقطة ريم حبيت نوضح معاك لان وقتها نحكي وانا وياك في لقاء تحضيري قلت لي القرية فيها ديار اللي مسكرين على خاطر الميزانية لا تسمح انهم يستقبلوا فيهم عائلات ولا اطفال، على ذلك معناها ديار مسكرة وناس متشردة، من المفروض انه نعاونوا بعضنا على الاقل تتحل تتأهل هذه الديار ونجموا يصرفوا عليهم. هي اليوم تقريبا موجود 120 طفل في القرية ولكن طاقة استيعاب القرية أكبر برشا، للأسف برشا ديار مسكرين بسبب غياب الموارد المادية بسبب نقص الفلوس. ونحن كما نعملوش المناسبات هذية الحقيقة نحن في ديارنا وكل واحد غاطس في مشاغله ماهوش باش يبدا قاعد باش يقوم يمشي معناها SOS قمر باش يتبرع ولا باش يشارك، حابين حاجة أوتيل منك أنت تتفرهد منك أنت تشري ومنك تعاون هلا الوليدات هذوما اللي هما راهم ولاد تونس ومستحقين وواجبنا أن نعاونوهم. نحن أكسيون سيتا والناس كلها رابحة وإن شاء الله الناس الكل تبدا فرحانة. واضح، شكرا لك كريم الورغي بن غربال على كل هذه التوضيحات. إذن الموعد في قرية SOS قمر تتقضى وكذلك تعملوا الخير نهار السبت ولحد من العشرة للستة متاع العشية. شكرا لك، إلى اللقاء سيدتي وبالتوفيق إن شاء الله، ربي يثيبكم جميعا. خلينا نحكي كورة وفرحة. سي لسعد مرحبا بك، واكيد المباراه البارح كانت القلوب توانسه الكل في الدوحه في قطر مع الفريق القومي الوطني وكانت الفرحه كبيره خاصه الانفاس حبست مع تقدم الوقت وقاعده الشباك هنا وهناك عذراء. الحمد لله المنتخب التونسي ظهر في الدوره هذه وانه من اقوى المنتخبات كذلك الإطار الفني التونسي. اليوم نحب نهني زميلي منذر كبير اللي تعرف الضغط الكبير اللي كان عليه. منذر كبير اليوم انتصر على أكبر المدربين الموجودين في أوروبا. منذر كبير انتصر البارح على مدرب المنتخب الهولندي السابق ومنتخب بوروسيا دورتموند، المنتخب مدرب الحالي لفريق الإمارات. انتصر على مدرب البرتغالي اللي فاز بمرتين بزوز كؤوس عالمية. انتصر على مدرب
فريق الكرواتي المنتخب الكرواتي اللي يدرب في عمان ظهرنا فرحة كبيرة ياسر، مش من ناحية لعب الكرة وأنا من ناحية الإطار الفني، وأن تونس ولادة اليوم. اليوم الحاجة الباهية وأنه المدربين اللي يحكيوا عليهم برشا فلوس، المدربين اللي يحكيوا عليهم كبار في العالم، اليوم نشوفوا نهائي بين زوز بلدان عربية تونس والجزائر بزوز مدربين، المدرب المنتخب الجزائري الجزائر الجنسية والمدرب المنتخب التونسي تونس الجنسية. يعني ظهرنا اليوم وأن كرة القدم في تونس رغم الصعوبات اللي موجودة عنا في البلاد، رغم العديد من الأشياء اللي ما هيش تفرح، لكن الحمد لله المنتخب التونسي عرف كيفاش يدخل الضحكة للدار التوانسة، عرف كيفاش يدخل البهجة للدار التوانسة، وكانت مباراة أكدنا فيها كنا خير من المساروة. الحق ربما المساروة ما يحبوش يسمو. البارح منتخب تونسي شعب نتاع 12 مليون فاز على فريق 120 مليون. راهو نقول لك الأشياء اللي قاعدين نعملوا فيها في الرياضة، ونتمنى أن الدولة اليوم تعرف أن الرياضة عندها قيمة كبيرة ياسر. الرياضة كرة القدم اقتصاد اليوم، كرة اقتصاد اليوم سياسة اليوم. البلدان البارح الناس كل أنا كلموني حتى من ألمانيا يهنيوا فيا بالمنتخب اللي ربما برشا ناس ما يعرفوش شنو سايرنا في تونس، أما البارح عرفوا وأن منتخب تونس انتصر في كأس العرب، الاسم كبير كأس العرب. دونك فيفا حاجة الفيفا سامحني والتيتر معترف بها بالفيفا. وما تنساش ومش الإطار الفني، الإطار الفني الإطار الطبي كل ما هو موجود في تونس اليوم، وأن كلنا جنسيات تونسية، وأنا من الباب هذايا معناها 100% تونسي. هذيك الحاجة الباهية، تونس ولادة، تونس خلقنا من لا شيء. أنا كنت في النمسا قعدت متعجب كي سمعت سباح في الألعاب الأولمبية الميدالية الذهبية تونسي ويتمرن في تونس، قلت ملي كان جاي يتمرن برا اش عمل لنا هذا؟ هو في الكلوار الثامن. وي وفي الكلوار الثامن. اي بالفعل. دونك البارح كانت مباراة المباراة حلوة الحقيقة. أنتم كل حفناوي زي حفناوي حفناوي كيف كيف حفناوي. والحقيقة سي لسعد شبيتي بيدك زادا كنت مدرب مؤخرا، مازلت كي رجعت وهزيت برشا ألقاب وغيرت واقع الرجاء البيضاوي، كذلك فترة معينة أنت تدرب في الرجاء البيضاوي هكا وليه، وسي فوزي البنزرتي في الوداد، معناها التنافس على أشد بين مدربين توانسة. البارح كانت كان سي لطفي الكبير وسي لطفي الكبير اللي كان سي منظر الكبير زوز يعني اسابيع التالي نتذكروا شنو كان الغط الكبير مسكين وشنو عانى من الكلمات، وال 11 مليون تونسي كلهم يفهموا في الكره وكلهم يطالبوا بالاقالات وبالتعديلات وبالتغييرات. اليوم نحب نقول لك حاجه، اي النتائج هي اللي تحكم على المدرب. اي منظر الكبير اليوم النتائج نتاعو أكد وأنه مدرب نجم يا رب إن شاء الله يهز الكوب باش يظهر وأنه مدرب من الطراز الرفيع. باش نحكيو على شكون باش يهز الكوب، لكن هيدا نشوفوا قبل نرجع على أجواء الفرحة التونسية والفرحة الجزائرية، والفرحة إن شاء الله معناها تكون في النهاية تونسية أكيد حبوة تونسية. علاش حكمية بكيش حبوة تونسية بهيشي. زميلنا خالد اليعقوبي والتقرير التالي. يا مسواعد صبر يا تونس الخضراء، يا مسواعد صبر يا تونس الخضراء. حجز المنتخب الوطني التونسي أكابر كرة القدم يوم أمس مقعدا في الدور النهائي لكأس العرب بعد فوزه في نصف النهائي على المنتخب المصري بهدف لصفر. عناصرنا الوطنية كانت الأفضل طيلة اللقاء، وعلى الرغم من تعدد فرص التسجيل خاصة في الشوط الأول، إلا أن التسرع وعدم التركيز في الأمتار الأخيرة حكم على الفترة الأولى بالنهاية على التعادل السلبي. الشوط الثاني دخله المنتخب المصري بالقوة وكان قريبا من أحداث الفارق لولا الروح القتالية التي أظهرها الخط الخلفي والحارس معز حسن. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع اتلاقى حكم اللقاء الإيراني لصفرة نهاية المباراة في وقتها الأصلي، استغل نعيم السليتي ضربة مخالفة باغتت للجميع بعد أن حولها قائد الفراعنة عمرو السولية
بالخطأ في مرمى حارس منتخب بلاده في الدقيقة 94، لتأتي عقبها سافرة نهاية المباراة معلنا طنعا بداية الأفراح لعناصرنا الوطنية بالتأهل إلى الدور النهائي لكأس العرب. الحمد لله، فيكتوار ميريتي وسورتو كاليفيكاسيون ميريتي. نادي ترشح هذا لكافة الشعب التونسي، لكل اللاعبين اللي فريمون فخور بهم، فخور بالعطاء نتاعهم، بالمردود نتاعهم. الحمد لله وصلنا للفينال وفرحنا الشعب التونسي، ان شاء الله يا ربي نكملوا هكا. اخذنا روحنا حدينا كل ما عندنا، الحمد لله تعبنا مش خساره، الكره نصفتنا في الاخر. عدينا مقابله كبيره، كنا في المستوى، الحمد لله يا ربي فرحنا الشعب الساعة اللي جاء لنا في قطر فرحناه، والشعب التونسي اللي في تونس فرحة معناها ما تتوصفش. فرحة عارمة انطلقت من ملعب المباراة وتواصلت في قطر، أين شهدت شوارع الدوحة أجواء هستيرية لجاليتنا هناك والتي صنعت الحدث منذ بداية منافسات البطولة قبل أن تتواصل الاحتفالات بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. من جهته نجح المنتخب الجزائري الشقيق في بلوغ المباراة النهائية بعد تجاوزه عقبة مستضيف البطولة ليضرب الخضر موعدا مع منتخبنا التونسي في الدور النهائي المبرمج لهذا السبت انطلاقا من الساعة 4 عصرا. الأجواء لم تختلف كثيرا في الجزائر عن الأجواء التونسية، كيف لا، والدور النهائي سيجمع بين شعبين تربطهما علاقة أخوة وتاريخ حافل وتعاون في شتى المجالات والميادين، حتى أن أكثر التعليقات ذهبت إلى القول بأن هوية حامل لقب كأس العرب لا يعني شيئا ما دام طرف النهائي هما تونس والجزائر. تونس والجزائر في النهائي نهار السبت. سي لسعد الشابي، اي لا نحب نضيف حويجه. اولا ما فماش حاجه غير الرياضه اللي تفرح التوانسه وخاصه كره القدم. نذكر واحنا بالانجازات نتاعنا خاطر ما فماش حاجه غير. لا 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 لا، لكن اكثر حاجه تفرحنا يا انصاف، وهو سي لسعد يعرف، نذكر حتى وقت اللي ترشحت تونس لكأس العالم 78 ما كانتش وقتها القنوات التلفزية ذي بكلها موجودة، ما كانتش الفيسبوك، ما كان حد شيء. وقت اللي مشيت نذكر وقت اللي مشيت تونس أنا ذاك للأرجنتين والناس يسهلوا غاديك في الأرجنتين وين موجودة ها تونس هذي، فهمتني؟ وهذه بالنسبة للرياضة. نحب نضيف حاجة أخرى بالنسبة للمدربين التوانسة اللي اقتحموا عالم التدريب في عديد الدول. لو سي لسعد ما كان في المغرب، في المغرب عندنا مدربين وزوز مدربين كبار كانوا غاديك، وفما عندنا مدرب آخر يبدو لي يدرب في طنجة هكا ولا في طنجة، موجودين في الجزائر، موجودين في ليبيا، في مصر، ما نحكيش على الشرق والدال الشرق، موجودين عندنا مدربين غاديك وساهموا هما في تطوير كرة القدم في الخليج. تو كرة القدم في الخليج والبطولة السعودية والبطولة القطرية مش فقط ملاعبية، عندنا مدربين غاديكا. هذه من النقاط الهامة، احنا حكينا منذ يومين كنت اتذكر انصاف وقلت لك فما حاجتين رام اللي ساهموا في اشعاع البلاد، هي الرياضة والثقافة. جيليت نتلهاو اكثر فاكثر بالرياضة ونعرف شنو معناها قيمة الرياضة. احنا وقت اللي جبنا ميداليات في اول معناتها العاب اولمبيه وقتها في روما ثم بعد في طوكيو عن طريق محمد القمودي، ان شاء الله نحيوه وان شاء الله ربي يمتعه بالصحه، ثم بعد وسام الملولي ثم حبيب الغريبي وغيرهم دي بوكسور اللي جابونا كذا، واخرهم الوليد الحفناوي. وقت اللي يطلع الضرب نتاع تونس في تظاهره كرويه ولا تظاهره رياضيه في العالم، راه ما تحسش انت الفخر والاعتزاز نتاع التونسي اينما كان. ما ننسوش ذوي الاحتياجات الخاصه زاده اللي في البارالمبيه، زاده ما شاء الله يحصلوا في ميداليات. طبعا برشا. طبعا هذا
هذا الشيء يهمك علاش توا الرياضه، فما راه ما يسمى بالدبلوماسيه الرياضيه، راهو الدبلوماسيه الرياضيه موجوده. انا نتمنى نهار نشوف مدربين توانسه في اكبر البطولات الاوروبيه، وعندنا راهو مدرب توا مهدي النفطي يبدو لي اللي هو ريني في ليغانيس موجوده في اسبانيا، وهو ترشح للدور ثم النهائي لكاس الملك. ان شاء الله نتمناو انه راهو مثلا سي الاسعد في احد البطولات الاوروبيه، ونعرفوا احنا قيمه البطولات الاوروبيه وقيمه الاشعاع وقت اللي يبدا مدرب تونسي موجود في البطوله هذه، كما عندنا ملاعبين تو في اعتى البطولات الاوروبيه نبداو نفتخروا بهم كانوا وليد هذا حنا بعد المجبري. هاوس اكتشاف كبير وكبير جدا. هي بطبيعتها راهو حتى في فريق زاد الشباب وخلينا نعبيينه، خاصه كي يبدا مدرب يدرب في المنتخب، خاصه كي تبدا دوره كما الدوره هذه كاس العرب. انا نقول لك مثال، لا يقدر لو كان في صوره ما اذا تونس خسرت ضد الامارات وخسرت ضد عمان، انا هي الدوله الخليجيه اللي مازالت بتجيب مدرب تونسي. لكن اليوم من باب اولى يعني بطبيعه الحال اليوم بالفوز اللي عملوا منظر كبير، اليوم السوق نتاع مدربين بيزيد يكبر. انا عندنا سبع مدربين، معناها نجاح منظر كبير باش يكون مسوق لنجاحات كل المدربين التوانسه. بطبيعه الحال نجاح منظر كبير في تونس، نجاح فوزي البنزرتي في المغرب حل لي انا الباب باش مشيت للمغرب بصراحه تابع. لو كان جاسي فوزي ماهوش ناجح في الوداد ما كانوش يجيبوني انا. ونجاح لسعد الشابي اكيد كيف يجيب اللي بعده. نجاح نبيل كوكي في الجزائر، كان واحد ويراني في الجزائر، اليوم لو سبع مدربين في الجزائر لازمنا نعرفوا التوانسه. حتى في السودان كيف لازمنا نعرفوا احنا التوانسه راهو لازمنا نحبوا بعضنا. ما يلزموش وقت اللي مدرب اجنبي فرنساوي ولا هولندي ولا الماني يشد المدرب المنتخب التونسي ويخسر مباراه نقولوا ليه مازال ما يعرفش الملاعبيه. اما التونسي وقت يخسر مباراه مسكين. الحمد لله اليوم ماشيين في ثنيه صحيحه. اليوم انا فرحان وانا نلعب في الفينال مدرب ولد بلادنا. عندنا ماتش ضد الجزائر، احنا والجزائر عندنا علاقه كبيرة ياسر. شو هو النصائح اللي تقدمهم من المنظر الكبير؟ كيفاش تتمنى تكون هذه المباراة؟ أي خطط لعب؟ أي تشريكات للاعبين؟ منظر يعرف راهو الحاجة الوحيدة اللي ربما اللي يلزمنا نحسنوا فيها رواحنا غدوة. البارح جاتنا يمكن ثمانية ركنيات ما استغلناهمش. الجزائر جاتها ركنية سجلت الهدف. اليوم لي بالاريتي هذوما حاجة اللي كي ما تمشيش في وسط تيران الكرة نحاولوا من لي بالاريتي باش نعملوا حاجة. كيف يلزمنا نحاولوا باش غدوة كونتر الجزائر يعني يلعبوا ياسر لي كونتر اتاك الهجمة المعاكسة. عندهم لاعبية كيما البلايلي، عندهم لاعبية كيما بونجاح، لاعبية اللي كلي، نحاولوا باش نكونوا. لكن ما تنساش محاصرة لصيق. لكن لا محاصرة لصيق واش موجودة في الكورة. لكن ما ننساوش حاجة. قدرك وانا من اكتشفت المحلل الرياضي الألمع إبراهيم الوسليتي بعد اليوم. وانا ديما نقول فل نحبه ياسر كي ولدي يوسف المساكني. ومادام يوسف المساكني يلعب في تونس ينجم. شفتوه البارحة في دقيقة 93 جاب مخالفة والمخالفة جات منها الهدف. هذيك التجربة. الطفل هذا راهو الخبرة والتجربة. بيان سور ربي عطاه لنا ويزن. احنا بعد المجبرية زادة ياخذ معناها صغير وعلى صغر سنه ما شاء الله ياخذ مرتين انه يكون رجل مقابلة معناها مهم جدا. لاعب متميز. اي من لاعب متميز. وانا دربت في البوندسليغا في الاوتريش. ويزمو إحاطة. راهو اللاعب كيبدا عمره 18 سنة 19 سنة. يلزم ان نبعدوه على الميديا، واللي يعرف الكره يتفكر فما ملاعب اسمه سيباستيان زوينشتايجر في المانيا. اي وقت اللي طلع في البايرن حطوه في مدرسه تاع الميديا باش يعرف كيفاش يتكلم. ستة شهور ما تكلمش. البارح حنا بعل قال كلمه اللي انا ما عجبتنيش، نتمناو باش نلعبوا ضد مصر ما يقولهاش حتى صلاح. علاش؟ خاطر ناقص انكادرمون. يلزمنا نبعدوه على الميديا اكثر ما هو يمكن حتى يولي يعرف يتكلم باللغه الفرنسويه بالكدا ويعرف يتكلم باللغه العربيه. ملاعب كبير، ملاعب عنده مستقبل كبير ياسر ان شاء الله ربي. اما تعرف في الكوره راهو ساعه لسانك يطيح لك كاريرك. اما شوي سور انا شوي فرحان ياسر. وانا في مانشستر سيتي جاب اونترينور الماني اسمه رالف راكنيك في مانشستر يونايتد. في مانشستر يونايتد جاب اونترنر جديد اسمه رالف راكنيك. والمدرب هذا يحب له وليدات صغار.
وان شاء الله نشوفوها تيتولير على خاطر كل ملاعبي مولود البرة. وانا نعطيكم اليوم الفرق بين التكوين في تونس والتكوين خارج تونس. احسن لاعبين البرة في كل ميدان هو حنبال ودراغر، رغم اللي زوز يسون با تيتولير في ليكيب نتاعهم، اما الزوز من احسن الملاعبين الموجودين فوق الميدان، تكوينهم تكوين صحيح. كنت نتمنى البارحه لو كان رغم اللي انا فرحان اللي حنا باع الخذاك احسن لاعب، لكن كنت نتمنى زاد دراغار اللي جاب لنا 8 ركنيات وحده، جاب 8 ركنيات وعمل ماتش كبير كبير ياسر. ان شاء الله في قادم الايام حسن قبل على جائزة احسن لاعب في احد المقابلات نسيتها دراغر. على كل حال منظر عمل شيخ تطفوك من القنوات المختصه الرياضيه العربيه ابراهيم الوسليت عمل لي لحد الان مدرب المنتخب. شفت الفرق البارح بين المنتخب الوطني اللي يجد الكلام تاع البلاد، شفت الكوميونيكاسيون بين منظر والملاعبيه، وشفت البارح الكوميونيكاسيون بين مدرب البرتغالي اللي درب في المنتخب المصري، فما حتى كوميونيكاسيون من كثرة ما هو دخلوا بعضهم. المساعد الاول خذا ورقه صفراء، المساعد الثاني خذا ورقه صفراء، المدرب خذا ورقه صفراء. علاش منظر يعيط للملاعبيه ويحكي معهم بالتونسي؟ هو يعيط مع كلمه مفاتيح وما نجمش يحكي معهم. نجم نقول لك اكبر المدربين في العالم وقت يدخلوا يدربوا في المانيا يمشيوا قبل بسنه يتكلموا اللغة الالمانيه، خاطر الملاعب يراو ما يلزمش يحكي لغه المدرب فرنساوي، الفرنساوي يلزم يحكي لغه للاعب، خاطر عندنا كلام الدار وعندنا كلام الشارع والملاعبي العربي عندنا كلام الكوره. ولا انا رانيت في الرجاء وكانوا قبلي برشا مدربين اجانب ويقولوا لي الملاعبيه الكوميونيكاسيون صعيبه بين احنا وبين المدرب يكون برتغالي ولا يكون فرنساوي، اما الكوميونيكاسيون افيك ان انترونور عربي انا نعرف ساعه يجي يقول لي نعطيك مثال يقول لي والله كنت ناكل في الكسكسي شدني ضحك. مدرب الماني ولا مدرب برتغالي يتغشش ويعمل منها تياتر يقول لك سي با بروفيسيونيل، وقت الملاعب تلقى ميور جوار في التيران. دونك كل واحد وباش استاذ نتمنى متفائل سي الاسعد الشابي متفائل بنتيجه نهار السبت ان شاء الله؟ بيان سور متفائل على خاطر الجزيريه يعرفوا التوانسه، الجزيريه يعرفوا المقابلات نتاعنا، ربما ساعه راهو تصير كل خمسه سته سنوات، مره الجزائر ربحتنا سبعه ومره الجزائر ربحتنا ثلاثه، اما في المباراه صحاح نتاع كاس افريقيا يعرفوا اللي احنا ربحينهم اكثر من اللي هما ربحينهم. ربحناهم غاديه. وتو تشوف غدويكا شويسور اللي يوسف المساكني باش يماركي بونتو، على خاطر يوسف حس بروحه في قطر يقولش عليه في الدار نتاعو قاعد يلعب. شويسور اللي غدويكا قدرة ربي نهار السبت تونس تربح الماتش. نتذكروا البونتو نتاعو ضد الجزائر في كاس افريقيا للامم يبدو لي اللي دارت في انغولا، كنت تذكر الهدف نتاعو في اخر دقيقه هذاك اللي ربحنا ورشحنا للدور اللي بعده. والله يشوف والله يا استاذ انا كتبتها يا استاذ انا نخمم باش ننزل للبيم سبورت. قلت لك باش يخطفوه منا. والله ابراهيم الوسلاتي الالمعي اسمعني يا انصاف، والله كتبت البارح وموجوده بطبيعه الحال خاطر ديما انا من الفرنساوي يقول لك سول ليزكري راست، كتبت البارح راه عندي احساس تونس بتترشح للدور النهائي وباش تقابل الجزائر وهكذا تم. احنا وزيريه نهار السبت باش نربحو، نهار السبت باش نربحو نهار السبت. لا والله شوف انا نحط 50 50 بصراحه. بيان سور نحط 50 50 والكره هاو مدرب كبير يعرف الكره تتلعب ساعات على جزئيه صغيره، شكون كان يظن حتى شفنا البارح الجزائر، يعني رغم اللي الناس كلها بغاديك حبوا قطر اللي تترشح للدور النهائي في بلادهم وبرشا فلوس وكذا، ولكن وخاصة التحضير لكأس العالم في الوقت الإضافي، وشكون كان يظن احنا يعني اكل الكفران هذاك باش يتلعب، يعني تخلى ملاعب جديد اللي هو السليتي عوض حنا بعد جاب النمس نتاعنا لعب عرف كيفاش يتحصل على مخالفة قريبة و شاتها معناتها نفذها السليتي وعرف السليتي كيفاش كذا وطلع على الاخر بالراس ماركاها بونتو عالمي وفي الواقع وذاك تسجل. لكن بالفائده الجماهير التونسيه لازم يعرفوا حاجه، احنا والجزائر علاقتنا
كويسه كما يقول المصراوي لكن غدوه لا ما نتصورش كل واحد يضرب على ضربه احنا نحبوا احنا نحبوا كاس العرب نروحوا به لتونس وهم يحبوا يروحوا به للجزائر والتونسي يقول انا نحب والجزائري يقول انا نحب لكن بعد المباراه رانا اخوه وهذه مباراه كره قدم والله يفعل والله يفعل اخوه والله شوف ربي لا اخر 10 ثواني انت طمنته وذلك قاعد يناقش في العقد نتاعه ابراهيم الوسلي شوف لا لا يا سي لسعد شوف راهو في الرياضه يعني الاخوه حاجه وقت اللي نبداو في الميدان حاجه لسير ويليامس اللي يلعبوا كانوا في التنس أمريكا هما زوز اخوه وامهم تتفرج فيهم وقت اللي يهبطوا لتانا وقت اللي يهبطوا في باش يلعبوا كهو استاذ يفهم كرة قدم يفهم التنس ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه شوف له عقد يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله عليه يدور ويدور لكن الحاجه الوحيده اللي كنا نقولوا فيها ونحوس كلامك انه الفريق التونسي والفريق الجزائري الطاقم نتاع الجزائر بالكامل جزائري تقريبا وتونس كنا 100% انتصار للتكوين الكروي والتدريب الكروي المحلي لبلدان شمال افريقيا باش يعرف المسؤولين الكل المغاربيين اللاعب العربي يحب المدرب اللي يحكي معاه اللغه اللي يفهمها خاطر مش ناس كل يفهم بالفرنسي وناس كل يفهم بالانجليزي انت ديبو المدربين المدرب التونسي المدرب التونسي اكيد وما فما كان الخير وفما كان النتائج ما شاء الله أنا خليت نتائج مشرفه انا لعبت اخيرا لعبت في كاس العرب اللي نجم نقول لك كاس العرب يعني عنده قيمه كبيره ياسر قيمه تسويقيه ما يقارب 22 مليار ولعب ضدي فريق اتحاد جده أربعة برازيليا مصري مغربي ومدرب برازيلي هذا الشامبيون ليغ في السودا في السودا امريك ومقلوبة الدنيا وبعدش انتصرنا الرئيس نتاعنا قال كلمة باهية قالوا له شبيك انتصرت وقالوا المدرب تونسي تكتيك مو كان أقوى من البرازيلي وبعد أسبوع أقالوا المدرب البرازيلي في اتحاد جدة دونك احنا رانا توانسة الحمد لله ماشي في الدنيا صحيحة في الكرة البطولات الأوروبية حاجة باهية حاجة باهية 5 مليون دولار بالنسبة مستحقينها مستحقينها العقد نتاعو قداش تقريبا سي إبراهيم الوسلاتي سي إبراهيم على الأقل على الأقل 17 18 ألف دولار في الشهر فيق 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 نرجعوا للسياسة يا لطيفة شكرا لك الشامي بالتوفيق ان شاء الله للفريق الوطني التونسي ان شاء الله نهار السبت مربوحه يا رب ان شاء الله نفرحوا نهار السبت ان شاء الله التوانسه يضحكوا ويفرحوا وينجحوا ويشطحوا في كل بلاصه مسحقين هالفرحه التوانسه والله مسحقين ان شاء الله يا ربي نرجعوا لزياره الرئيس عبد المجيد تبون لتونس بدعوه من اخيها السيد رئيس قيس سعيد البارح تم توقيع 27 اتفاقيه في مختلف المجالات تقرير زميلنا نزار زغدودي ثم نعود للبلاتو سبعة وعشرون اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس والجزائر شملت مجالات متنوعة تم توقيعها بين البلدين في موكب رسمي انتظم بقصر قرطاج أشرف عليه رئيس الدولتين قيس سعيد وعبد المجيد تبون الذي يزور تونس في زيارة دولة بدعوة من الرئيس سعيد ومست هذه الاتفاقيات مجالات تعاون حيوية من بينها تنمية المناطق الحدودية من خلال اتفاقيتين تتعلقان بالتوأمة بين ولايتي جندوبة والطرف الجزائرية وكذلك الكاف وسوق هراس الجزائرية وشملت أيضا مختلف الاتفاقيات مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة اتفاقات في ميدان الصحة في ميدان البث الإذاعي في البيئة في التوأمة بين عدد من الولايات تقريبا لم يبقى مجال إلا وتم فيه الاتفاق وسنعمل بنفس العزيمة على تحقيق
وتكريس هذه الاتفاقيات في الواقع. وسبقت موكب التوقيع على الاتفاقيات محادثات على انفراد بين الرئيسين، كما كان لهما مؤتمر مشترك جدد فيه حرص البلدين على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. نحن دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، ندخلها بفكر جديد، ربما هناك نفس المقاصد في الأخوة نفسها، والعلاقة بين شقيق والشقيق لا أكثر ولا أقل، يعني هذه العلاقات التي ستتوطد أكثر في المستقبل، وسنعمل على أن تكون مثالا يمكن أن يحتذى به في عدد من المناطق الأخرى، يحتذى به لأنه يحقق النجاح. من جانبه ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما أفضت إليه المحادثات الثنائية مع الرئيس قيس سعيد قبل أن تتوسع إلى وفدي البلدين، مشيرا إلى أن نتائجها هي تأكيد الحرص على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات على أمل الوصول إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية. وهو حرص ينبثق عن إرادة متقاسمة ويترجم التوجه الاستراتيجي الذي نطمح أن يقوم على الاستغلال الأمثل لمقومات التقارب الإنسانية والتاريخية والجغرافية والثقافية، وتأسيسا على ذلك اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد. وأشار الرئيسان إلى تطابق وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الوضع في ليبيا، مجددين ضرورة أن يكون الحل فيها ليبيا. وعلى مستوى القمة العربية القادمة المزمع انعقادها في مارس المقبل بالجزائر، أكد تبون أن بلاده تعمل على إنجاح هذا الموعد الهام وتذليل جميع الخلافات بين مختلف البلدان العربية، وهي التي تأتي أي القمة في ظل خلافات قائمة وتباعد في وجهات النظر بين عدد من الدول العربية ذاتها، وفي منطقة الساحل والصحراء كذلك حول المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لا سيما وأن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة، ولن نكرس قلتها وأكررها من أرض تونس الطيبة أن الجزائر لن تكرس التفرقة العربية، إما تكون قمة جامعة وإما تكون نظرة أخرى إن شاء الله. هذا وانتظم بقصر قرطاج موكب توسيم رئيس الجمهورية قيس سعيد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق. أهلا بكم مشاهدينا، رجعنا في الوطنية الآن ودخلنا في ساعتنا الثانية من لقائنا لهذا المساء. البارح أكيد بدأت وانطلقت زيارة الدولة التي يؤديها السيد الرئيس عبد المجيد تبون بدعوة من أخيه الرئيس قيس سعيد لتونس، كان احتفاء تجاوز كل البروتوكولات، احتفاء كبير بضيف تونس، بجار تونس، بصديق تونس وشقيق تونس. أكيد كانت اتفاقيات وبالجملة وبروتوكولات أكثر من 27 اتفاقية في مختلف المجالات الحقيقة، ونعول كثيرا على الارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية مستقبلا إلى درجة انسجام كبرى ومتانة كبيرة في العلاقات. خالد عبيد مساء الخير، مرحبا بك، أكيد نعول عليك أنت خطر يبدو لي بشو غادرنا إلى أحد القنوات العربية معنا قريبا سي إبراهيم الوسلاتي. هو بالتأكيد نحب نهني سي إبراهيم الوسلاتي بأنه اكتشفنا اليوم أنه موهبة رياضية بامتياز ومعلق رياضي فريد، يعني بصراحة مكانه ليس في التحاليل السياسية والاقتصادية وغيرها، بل مكانه في التحليل الرياضي، بالرغم من أن جاء أجهل بصراحة الرياضة ولست مغرما بالرياضة، لكن أشهد لك بذلك. شكرا لك، هذا اعتز بها، انت مؤرخ دونك هذيك باش تكتبها اكيد سيسجلك التاريخ ابراهيم الوسلاتي.
إذا كيف كانت تبعتوا هذه الاستقبال؟ والحقيقة اليوم التواصل زاد اليوم لليوم الثاني هذه الزيارة، زيارة الدولة أجلتها الكوفيد، لكن كل خيرة وفيها كل توخيرة وفيها خيرة كما نقولوا بالتونسي. وكانت البارح الحقيقة اتفاقيات بالجملة، ممكن نقول 27 اتفاقية، 27 بروتوكول خالد عبيد، لكن التونسي في الفترة هذه في الأزمة في وضعية التعثر الاقتصادي نعيش فيها يحب أرقام، يحب أفاق. هو بطبيعة الحال هو التونسي يحب الأرقام ويحب الأفاق التي تفتح، وحتى الجزائري أيضا وحتى الليبي. نحن نعرف أن المتنفس بالنسبة لتونس كما المتنفس بالنسبة لليبيا والجزائر هي أن تفتح الحدود أكثر فأكثر، وأن يقع تبادل أكبر للبضائع ولمبادلات التجارية، وأن يكون هناك مشاريع اقتصادية مشتركة ترجع بالفائدة على الجميع. وهذا أمر مطلوب. صحيح هذه الاتفاقيات هي أمر محمود جدا، و27 بروتوكول اتفاق هذا أمر محمود، لكن نرجو من كل قلبنا أن يقع تجسيمهم، تجسيم هذه البروتوكولات على أرض الواقع، لأن نحن نعرف كما التونسي كما أي إنسان في هذه المنطقة يسمع بالبروتوكولات التي تمضى وبالاتفاقيات التي تقام وبالمحاور الإقليمية التي يقع إرسائها، لكن فيما بعد نجد أنه يحدث نوع من التونسي. هذا مو اللي صار فك ذات تونيزيا 2020 هذاك كانت تذكروا ما صار، لكن نحن عندنا ثقة كبيرة الحقيقة في الجزائر وفي شخص زاد الرئيس عبد المجيد. هو الإرادة كبيرة، احنا تو قاعد نلاحظوا فيها أن من خلال ما حتى من ملامح الرئيسين نلاحظ أن هناك رغبة، ثم تناغم وانسجام لا موجود وأريحية في التعامل كبيرة، توافق كبير بيناتهم، نشعر بأنه معناه كأنه ما يعرفان بعضهم وتقارب في الآراء حتى حد التطابق يعني خاصة على المستوى الإقليمي. هذا ما نريد أن يقع تجسيمه في أقرب وقت على أرض الواقع، وأعتقد أن هناك رغبة حقيقية نشعر لدى الأشقاء الجزائريين ولدى الرئيس تبون برغبة حقيقية في أن يقع تجسيم كل هذا على أرض الواقع. ننتظر وأعتقد أنه ونرجو أن لا يقع تخيب الأمال، وإن كنت أعتقد أنها لن تخيب على الأقل في جزء منها. لنبدأ البداية أعتقد أنها مشجعة، وننتظر تجسيم ما ذلك في أقرب الأوقات. خلينا نعيش في أجواء الكرة هذه البداية، وما زال ما زال إن شاء الله. إن شاء الله. إبراهيم الوسلاتي هذه عن سي إبراهيم. عن سي إبراهيم لا، شوف، أولا من حيث الشكل هي زيارة دولة وهي أرقى أنواع الزيارات. اثنين، هي السيد عبد المجيد طبون هذه أول زيارة له تونس منذ انتخابه، وسبق في السنة الفارتة السيد قيس سعيد أن أدى الزيارة إلى الجزائر. ثلاثة، أنه كان مرفوق بوفد وزاري هام، وسبقه خاصة زيارة للوزير الأول وهو وزير المالية الجزائري، وكان أيضا معه وفد وزاري هام والتقى بنظرائه في تونس وأعدوا الاتفاقات هذه 27 اتفاقية. ولكن والمهم في كل هذا هو الحديث خاصة من طرف الرئيس الجزائري عن الاندماج الاقتصادي وتنمية الشريط الحدودي. نعرف احنا عندنا شريط حدودي مع الجزائر 1050 كيلومتر، معناتها أهم عندنا 1300 كيلومتر على البحر، وعندنا 550 كيلومتر مع ليبيا، وعندنا 1050 كيلومتر مع الجزائر، وهذا هام جدا. ونعرفوا احنا اللي صار ما بين التوانسة والجزائرية خاصة في حرب التحرير، ونعرفوا أنه القيادات الجزائرية متاع جبهة التحرير ومتاع يعني المؤسسة العسكرية آنذاك كانت موجودة في غار ديما، ونعرفوا ايش صار في ساقية سيدي يوسف. بقي أنه إن رجعت والله ونتحدث سولو كنترول متاع صديقي المؤرخ، أنه رجعت المذكرات متاع ثلاثة شخصيات تونسية اللي تحملوا مسؤوليات في عهد الحبيب بورقيبة. أول سفير لتونس في الجزائر كان المرحوم أحمد المسيري، عمل مذكرات متاعه شد سفير من 1962 إلى 1966. إيش يقول سي أحمد المسيري في المذكرات متاعه؟ يقول وأنه توصلنا إلى إمضاء اتفاقات هامة، ولكن بقيت حبرا على ورق. نذكر لهنا وأنه آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية كان سنة 2017، وكان فما عديد الاتفاقات صارت في جميع المجالات، حتى اتفاق في البريد. ولكن البريد لماذا أفضل؟ نتيجة متاعه شنية؟ كانوا تم الاتفاق باش يعملوا طابع بريدي لواد مجردة، لأن واد مجردة يشق البلدين.
انه بالنسبه لهادي البكوش اللي كان زاد ايضا سفير في تونس سنه 82 من 82 الى 84. ايش يحكي سيدي البكوش؟ يقول في اول، لان نعرفوا احنا العلاقات التونسيه الجزائريه راهو احببنا وكرهنا، مرت بعديد التوترات في خاصه في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه اللي عايش ثلاثه رؤساء، بن بلة وبو مدين والشادي بن جديد. خاصه مع بن بلة كانش لو كورونا باسي با، ونعرفوا انه حتى في وقت ما وقت اللي في اول مشاركه تونسيه حضور تونسي كان يقود الوفد المنجي سليم الله يرحمه، كان وزير الخارجيه انذاك، وقت اللي مشاو باش يحضروا احتفالات اول عيد الثوره الجزائريه كيفاش تم احتقاره وبهذلته، وانذاك الحبيب بورقيبه قرر دعوه السفير التونسي احمد المستيري الى العوده الى تونس، وصار حتى بين الرئيسين بورقيبه وبن بلة ما صار، ولكن جات بعد يعني 15 اكتوبر 63 وتمت دعوه بن بلة هكا ولا لا باش يكون حاضر مع جمال عبد الناصر. نمر نحكي زادة تو وقت اللي نحكيه على التنمية الشريط الحدودي، هي رو المدينة الرمز اللي اختلط فيها الدماء بين التوانسة والجزائرية سقيت سيدي يوسف 8 فيفري 58، سقطوا فيها تقريبا أكثر من 70 شهيد منهم أطفال معناتها اللي كانوا يقرأوا، كان يوم سوق، وتم كانت تم لقاءات دورية في بين قيادتي البلدين بمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى، ويتم يعني الإعلان عن اتفاقات وعن مشاريع مشتركة، وأهم مشروع تم إنجازه يبدو لي سنة 1982 أو 84 حاجة كهكا، هو الشركة التونسية الجزائرية للمحركات سكمو في سقيط سيدي يوسف، وكان الهدف هو كونه باش نبيعوا المحركات للجزائر، وأيضا تم الحديث آنذاك على سوق حرة في سقيط سيدي يوسف. السكمو سكرت ما عادش موجودة، ومازلنا في انتظار يعني السوق الحرة للتبادل الحر اللي في سقيط سيدي يوسف. نتمناه وأن 27 اتفاقية ذي مازلنا ما نعرفوش المحتوى متاعها، نتمناه أن تتجسم على أرض الواقع، ويبدو لي فما إرادة في أعلى مستوى من طرف الرئيسين كون الاندماج هذا سيتم، لأن ما عندناش خيار غير الاندماج، بقدر ما نحن حاجتنا الجزائر، الجزائر حتى حاجتها بتونس راهو، لأن تونس أصبحت تقريبا هي السند الوحيد لها في المنطقة. العلاقات بين الجزائر والمغرب مقطوعة، والمغرب طبعت مع إسرائيل، والجزائر معناتها نعرفوا اللي في مارس القادم الجزائر ستحتضن القمة العربية، والقمة العربية راهو آخر مرة انتظمت في مارس 2019 في تونس، وترأسها المرحوم باجي قايد السبسي، وبالتالي السيد قيس سعيد هو حاليا الرئيس، رئيس القمة العربية، بالتالي وتحدث السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاندماج المغاربي، وتحدث يعني ذكر المغرب وذكر كما ذكر بطبيعة الحال موريتانيا ومصر وليبيا إلى غير ذلك، بالتالي نحن مدعوون جميعا كونه إلى ونطالب ونلح إصرارا كون الاتفاقات هذه لا تبقى حبرا على ورق، ولكن نحبوها تتجسد خاصة على الشريط الحدودي اللي يفتقر إلى التنمية سواء من هذا الجانب أو من ذاك. ونعرفوا احنا أنه وقت اللي نحكي وزاد على الجزائر وتونس راو فما زاد تعاون أمني كبير وكبير جدا، راه ما ننساوش هذايا، والتعاون الامني احنا الارهاب اللي ضرب في الجزائر في العشريه السوداء نتاع الجزائر، والحمد لله الجزائر تعافت وان شاء الله تتعافى تماما، والارهاب راه مازال موجود، ما يلزمناش نخبيو المساله هذه. خالد عبيد. سي ابراهيم اعطاه ما شاء الله سي من المعلومات، معناها ما يلزم الواحد يجارها شويه. هو بالنسبه نناشد المؤرخ فيك ترقى له بعض الهينات والثغرات. هو موجودين اما في المباشر سي ابراهيم ما نجمش. لا من حق المشاهدين، لا من حق المشاهدين عليك، من حق المشاهدين عليك بعض المعلومات على ذلك انا توجهت بالملاحظه. اما ما شاء الله عليه ما حتى شيء ما باش ينجم يفك له العقد نتاع القنوات الرياضيه. لا هذا امر لا شك وجدال فيه، امور واضحه. هو بالنسبة للذكر سي إبراهيم، صحيح العلاقات التونسية الجزائرية في بعض فترات خذت بعض التوتر خاصة مع بداية استقلال الجزائر، هذا مرده إلى الظرف الإقليمي أنذاك، وإلى التوجه اللي خذاه الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ولا هو في ارتباط كبير جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر ومع طروحات الرئيس جمال عبد الناصر.
لكن بالنسبة اللي ذكرته فيما يخص مونجي سليم فيما يخص هذا الاحتفال، هي الإهانة أكثر حدثت عندما رأى الوفد التونسي أنه فاش تتمثل في أن الوفد المعارض، هناك معارضين تونسيين يوسفيين وتحديد إبراهيم طوبال خاصة وسي محمد عبد الكافي، ومعناها وضعوا في مكان افضل بكثير من مكان موجود في الصف الاول مجسمين في الصف الثاني. بالضبط، هذه الإهانة التي شعرت بها تونس، وحتى زعيم حبيب بورقيبه ذكرها. لكن بالنسبه للسفير السفير التونسي سي احمد المستيري رحمه الله، تم استدعائه ليس لهذا السبب بل لسبب اخر مرتبط بامور اخرى، هي بمحاوله الانقلاب الفاشله التي تمت في ديسمبر 1962، وليس الان مجال الحديث عنها، وأكتفي بذلك. بالنسبة لمسألة سقيط سيدي يوسف، يجب أن نؤكد على معطى أساسي، أنه استهداف الفرنسيين وضرب الفرنسيين للدولة التونسية وللشعب التونسي في أحداث سقيط سيدي يوسف ليس منحصرا في الساقية فقط، بل الاستهداف كان طوال هذه الفترة قبلها وبعدها، وطال العديد من المناطق الحدودية التونسية، تم استهداف حتى الجيش التونسي. والفرنسيون لماذا قرروا أن ينتقموا بهذه الطريقة في سقيط سيدي يوسف؟ لأنه كان عند الجيش الشعبي، جيش التحرير الشعبي الجزائري، كان ما هو موجود خاصة منطقة القيادة الرئيسية متاعه في غردمة، وكان عندما يتوغل في الحدود في العمق الجزائري انطلاقا من تونس، وعندما يرجع وتتعقبه القوات الفرنسية، يجد أن هناك حدودا موجودة وجيش تونسي يمنعه من التدخل. وصل بالجيش التونسي الفتي أنذاك، وبالرغم من وسائله نوعا ما المتواضعة، من أن يتمكن من أن يسقط طائرة فرنسية عسكرية فرنسية، وربما هذا هو أحد الأسباب التي قرر فيها الفرنسيون بعد أن نفذ صبرهم بأن ينتقموا من التونسيون بهذه الطريقة في سقيط سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958. لكن استهداف سقيط سيدي يوسف رجع بفوائد أخرى على المستوى الدبلوماسي والعالمي وحتى التونسي، رجع بفوائد كبيرة على القضية الجزائرية قبل كل شيء. ربما نغلق هذا القوس بسرعة، لأن لو أردنا أن نتحدث عن ماذا فعل تونس تجاه الجزائر أثناء محنتها، خاصة في الفترة التحريرية فترة الثورة، هذا أمر يأخذ الكثير من الوقت، خاصة وأن ما أعجبني أن الأشقاء الجزائريين إلى حد الآن ما زالوا لديهم هذا الامتنان بما قامت به تونس في وقت من أوقات المحنة الكبرى للشقيقة الجزائر. ربما باش نبينوا احنا، هو قبل كل شيء معنى هذه الاتفاقات كما ذكر السي ابراهيم، من الافضل انه يقع ترجمتها على الارض الواقع، لان هذه الاتفاقات قيمتها في تطبيقها وفي تجسيمها، خاصه وان الظرف الان هو ظرف على المستوى الداخلي لكلا البلدين وعلى المستوى الإقليمي وحتى الدولي هو ظرف دقيق، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة لفترة ما بعد الكوفيد والتي لم نخرج منها إلى حد الآن، والتي تتطلب تنسيقا أكثر. أنا أعتقد واعتقادي جازم بأن كلفة اللامغرب، ما يسمى باللامغرب، أكبر بكثير من كلفة أنه لا يقع أنه كلفة المغرب. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يجب أن نستوعب جيدا بأن مصيرنا واحد ومصيرنا مشترك، وأنه لا حل بالنسبة إلينا إلا في أن نضع يد أيدينا في أيدي البعض. كان هناك حل موجود لدى كل نخبة المغرب العربي دون استثناء في الفترة الاستعمارية، كان هناك حلم كبير بضرورة أنه بعد الاستقلال يقع توحيد هذه الأقطار الشمال إفريقية، وهذا الحلم بكل أسف بعد الاستقلال لم يقع تجسيمه. الأسباب عديدة، علينا أن نبحث عن الأسباب في العمق، لماذا هذا التعطيل الذي حدث، لماذا تم إجهاض هذا الحلم لدى هذه النخبة الوطنية، والتي كانت هي التي ستتسلم مع الاستقلال ستتسلم الحكم. وأقصد هنا خاصة هذا الحلم الذي رأيناه لدى النخبة التونسية والجزائرية والفرنسية التي درست في فرنسا وانضوت تحت لواء جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا.
ربما نقطة أخيرة وأكتفي بها باش نبينوا مدى الحلم، مدى العطاء التونسي أو إن شئنا القدرة التونسية على أن تنسى نفسها وتفضل شقيقتها الجزائر، أنه الزعيم الراحل الشهيد الحبيب ثامر في سنة 1937 كان هو رئيسا لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا، قرر أن يتخلى عن الرئاسة ويعطيها تطوعا منه لجزائري، لطالب جزائري، وذلك حتى يتمكن من أن يكون هناك وجود جزائري حقيقي داخل هذه الجمعية العريقة. ربما هذا أفضل شيء للإيثار، حركة نبيلة للإيثار. والحبيب ثامر إن كان هناك رمز للمغرب العربي في تونس فهو الزعيم حبيب ثامر. كي نتذكر المرحوم سي حسين تريكي كي يحكي على بطولات وعلى اخلاق وعلى نضالات سي الحبيب ثامر، اكيد الاجيال الحاليه ما تعرفش برشا. يوما ما يزم انتم مطالبون المؤرخون انكم تسلطوا اضواء اكثر فاكثر على شخصيه سي الحبيب ثامر. مسؤوليه الاعلام قبل المؤرخين، نحن موجودين في المؤرخين يكتبوا قبل هذا، لان المؤرخين هو التليفون عنا. سي إبراهيم بعد إذنك باش تسمعوا تاريخ مجسد التاريخ الجزائري وكذلك تاريخ المنطقة وتاريخ تونس كذلك. معنا عبر الهاتف الوزير الأسبق الجزائري دكتور محي الدين عميمور. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات. أهلا بك. أكيد حضرتك يعني من المرافق والعضد الأيمن المستاش لهواري بومدين، ومررت بكذا ديوان رئاسي لثلاثة أو أربعة رؤساء جزائريين، ما شاء الله مشوار طويل وممتد، وحضرتك ملم بتفاصيل وتاريخ المنطقة والعلاقات التونسية الجزائرية. فخورة ومعتزة إني كنت حاورتك في قهوة عربي مرة أو مرتين، واليوم سعيدة أنك تتدخل معنا. نتمنى لك كل الصحة والعافية ساعة، وأكيد تابعت هذه الزيارة، زيارة الدولة التي أداها أمس واليوم السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتونس. الواقع أني تابعت الزيارة من أول لحظاتها، وذكرتني بحفاوة الاستقبال وجمال المقابلة وردود الفعل السهلة البسيطة التي ليس فيها التكلف. فكرتني ب 72 عندما قمت إلى جانب الرئيس هواري بومدين بأول زيارة رسمية للجمهورية التونسية. الواقع أنه الحديث عن العلاقات بين البلدين ممكن أن يطول. حقيقة بيننا أهم شيء بيننا دم مشترك، واللي ينسى الدم المشترك هذا سينسى كل شيء آخر، ولا يمكن أن يعتمد على منطقه وعلى رؤيته. أنا أفضل أن أتحدث عن المستقبل وأقول أن بناء المغرب العربي سيمكن أن يتم اعتمادا على هذه العلاقة الحميمية بين تونس والجزائر. لماذا؟ مش لأن كلا البلدين عبارة عن عمالقة بشكل أو آخر، لا، لأنه بين البلدين هناك ثقة فقط لا غير. صارت مشاكل بيننا وبين تونس لكن الثقة كانت دائما موجودة. اختلفنا مع الإخوة في تونس واختلفوا معنا لكن الثقة كانت دائما موجودة. هذه النقطة التي تنقص العلاقات مع مناطق أخرى بدون أن أسميها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك أمثلة في العالم، وأنا أرى أن كثيرين من بيننا عندهم وعنا يرون في الوحدة الأوروبية مثالا يمكن من يحتذى، وانا اقول ولما لا؟ طب نسال لماذا قامت الوحده الاوروبيه بهذه القوه رغم مشاكلها؟ وهنا افتح قوسين، وجود المشاكل مش معناها نلغي الاتحاد او الوحده، بالعكس وجود المشاكل يدفعنا اكثر الى الوحده او الاتحاد. اوروبا استطاعت ان تحقق هذه الوحده، وانا قلتها يوما وفي اكثر من حديث، حققت الوحده نظرة سليمة جدا للمستقبل، ما هوش نظرة معتمدة على الماضي. وربما هذا تجسد بشكل واضح جدا في اللقاء اللي تم في بيت الجنرال دوغول بينه وبين أديناور المستشار الألماني.
عندما تخلت ألمانيا عن المجال الحيوي وعن فكرة العنصر الآري المتحكم اللي أحسن من غيره وتخلت عن كذا وكذا من مطالبها، يومها أصبح من الممكن أن تبنى الوحدة الأوروبية. يعني حتى اتفاق الحديد والصلب واتفاق روما ما كانش كافي. أعود مرة ثانية للمغرب العربي وأقول بدون أن أطيل على الجميع، ومعك أساتذة محترمين يكونون خبرة في العمل، أقول فقط الثقة هي الأساس. العمل بين تونس والجزائر حتى هذه اللحظة رغم أي مشاكل كانت اعتمد على عنصر الثقة. نثق في بعضنا البعض، نحب بعضنا البعض، ما عندناش خلفيات صحيح عندنا جماعة وعندكم جماعة بيحاولوا ساعة يستثيروا شوفينيات ما عندهاش قيمة، ولكنني أنا أذكر بالكلمات اللي قالها الرئيس تبون: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ونعتقد هذه نقطة يفهمها كثيرا جدا إخواننا في تونس ويفهمها معظم القياديين والمناضلين في الجزائر. هذا ما يمكن قوله الآن. كلمة يعني ما يهد ما يمسنا يمس الجزائر، وما يمس الجزائر يمسنا. في جانب كذلك من الأحاديث اللي دارت ما بين الرئيسين، كان هناك الملف الليبي حاضر بامتياز دكتور محي الدين عميمور، ونعرفك أنت تكتب في عمود أسبوعي في صحيفة القدس العربي ومهتم بالشأن المغاربي وبالشأن العربي. أنا تصوري أنه بالنسبة لليبيا بالذات هناك أخطاء ارتكبت في بداية الربيع العربي، وخاصة نتيجة لبعض الأفكار اللي جاتنا من الخارج بأن هذا الربيع العربي هو عملية مدسوسة من مخابرات مش عارف شكون. هذا كله كان كلام فارغ، لأنه اللي حرك نفسه في تونس ما كانش عميل المخابرات الأمريكية، والشباب اللي قام في ليبيا مطالبا بالحرية ما كانش عميل أبدا. لكن للأسف مش حاب ندخل في التفاصيل، لكن يبدو لي الكلام اللي قاله الرئيسان لأنه يجب أن يكون الحل ليبيا، أي محاولة للاستعانة بالآخر أقول للاستعانة بالآخر ستؤدي إلى مأزق. وأنت تعرفين سيدتي أن حدود الأمن القومي لأي بلد بعيدة كل البعد عن الحدود الجغرافية. حدود الأمن القومي للجزائر ما شمل الحدود الجغرافية، هي أبعد. حدود الأمن القومي لتونس مثل الأطلسي غربا وإلى قناة السويس شرقا إلى آخر ذلك. فيبدو لي أنه إذا اتفق البلدان تونس والجزائر ومع ما يمكن يعني وضعه أو صنعه مع بعض البلدان الأخرى، يعني تشاد بالذات وربما الإخوة في مصر، لو أمكن إقناعهم بأن محاولة التدخل في الشؤون الليبية هي كارثة عليهم قبل أن تكون كارثة على ليبيا في حد ذاتها، لأنه القنبلة المتفجرة أو البيت المشتعل لن يشتعل وحده فيسعل ما جنبه. وبالتالي إخواننا في ليبيا يبدو لم يدركوا حتى هذه اللحظة، وأنا أتحدث كفرد، القادة والسياسيين من حقهم أن يقولوا ما يريدون في حدود الدبلوماسية. أنا ما عنديش دبلوماسية، أنا رأيي بقول صريح لأنني فرد لا أمثل إلى نفسي. أقول على الليبيين أن يفهموا الآن أن الاستعانة بالخارج هي خطأ. مشاكل الأسرة تحل داخل الأسرة، أي محاولة لعضل من أعضاء الأسرة العادية في المجتمع أن تستعين بجار من هنا أو بصديق من هناك أو يؤدي إلى تعقيد المشاكل أكثر وأكثر. فإذا كان في الأمر أسلحة موجودة وأسلحة متطورة، يبدو لي هذا يعقد الأمر أكثر وأكثر. ودي فقط حاجة بسيطة يجب على الإخوة في ليبيا، ومن حقي أن أقول هذا كمواطن يحب ليبيا، على الإخوة في ليبيا أن يضعوا قائمة بمن أساء لليبيا عبر تاريخها، وأن يستبعدوه تماما من أي عمل سياسي، لأن الدسوسة المدسوسة ستؤدي إلى خراب لا يعلم به إلا الله.
شكرا لك دكتور محدين عميمور، ديما تدخلك معنا أو وجودك معنا في أي بلاتو إضافة كبيرة. شكرا، نحيي كل هذا المشوار الممتد، نحيي فيك الخبرة والحنكة، ونتمنى أنك تكون بحذنا يوما في القريب في قادم الأيام في بلاتو الوطنية الآن، وتزور تونس وتكون حاضر معنا. تحياتي ليك وسعيدة بمكالمتك هذا المساء. شكرا سعيدة، تحياتي لضيوفك الكرام. يعيش، إلى اللقاء. تونسي طبعا. يعيش. تحياتي، وشكرا على الاستقبال الرائع للرئيس تبون. يا سيدي البلد بلدكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم، شكرا لك. يعيش مع السلامة دكتور. يعيش، كيف كان نحكي معنا دكتور محدين نعميمور، الرجل الذي خبر الحياة السياسية التونسية والجزائرية، والحقيقة هو وزير وسفير ومكلف بالإعلام مع كذا رئيس جزائري. اليوم الشأن الليبي يجب أن المشكلة والمعضلة أن تحل من الداخل، لكن الدرس لم يستوعب إلى الآن في ليبيا، هكا ولا يا سي إبراهيم؟ لا فعلا فعلا، انا نحب نذكر بحاجتين. هو تفضل. السيد الوزير تحدث عن الاتحاد المغاربي، واحنا الاتحاد المغاربي مع الاسف تو مجمد، ولو حتى اللي يخدموا فيه تو هم يخلصوا من غير ما تمش حرمانهم يعني من الاجره نتاعهم، مجمد. والانطلاقه راهو نتاع هذه الوحدويه كانت في مؤتمر طنجة في افريل 52، يعني وزير الخارجيه الاسبق. اي كان قلت معناتها المؤتمر طنجة في افريل 58 اللي حضروا فيه ثلاثه الاحزاب الهامه، الحزب الدستوري الحر وحزب الاستقلال المغربي وايضا جبهه التحرير الجزائري، وكان على اساس هذاك باش يكون التاسيس للوحده المغاربيه. ونزيد نذكر كونه الاتفاق اللي صار بين الاتحاد المغرب العربي، الانطلاقه نتاعو كان في زيرالدا في الجزائر، ثم الامضاء كان في قمه مراكش في فيفري 89، ولكن مع الاسف لحد الان وقت نشوفوا العلاقات مقطوعه بين الجارتين بين الجزائر والمغرب، هذا ما نجمو كان ناسفوا له. وهو ذكر لهنا باللي صار ما بين دوغول ودينوير، ما بين الفرنسيس والالمان اللي صارت بيناتهم اعتى الحروب عبر التاريخ، منهم زوز من اكبر الحروب، الحرب العالميه الاولى والثانيه، ولكن في الاخر نشوفوا توا احنا المانيا وفرنسا هما القاطره نتاع الاتحاد الاوروبي. نحب نشير الحاجة اللي من مظاهر الاحتفاء بالرئيس الجزائري أنه لأول مرة منذ سنوات يتم فتح مسرح كرتاج، مسرح في قصر كرتاج، أي مسرح في قصر، فما مسرح في قصر كرتاج كان بورقيبة في وقت ما دائما يستقبل غاديكا يعني فرق مسرحية، وحتى معناتها سهرات يحيي فيها سهرات. البارح تم فتحه بهذه المناسبة. سي إبراهيم، تصديقا لكلامك، البارح فما شخصيات عربية حضرت موجودين في تونس في العشرية الأخيرة ويزوروا ما معناها في إطار زيارات رسمية معناها قصر قرطاج، ويقولوا لي أنهم تفاجئوا أنه هناك مسرح. احنا نعرف التوانسه وممكن الصحفيين والعالمين والناس اللي نعرف اللي هناك مسرح وكانت تعرض فيه عروض مسرحيه، وزعيم بورقيبه كان يتابع هذه العروض. البارح فتح هذا خصيصا معناتها احتفاء بالسيد عبد المجيد، سهريه تونسيه جزائريه اسسها الفنان لطفي بوشناق وعبده درياسه من الجزائر، ولد المرحوم ولد المرحوم رابح درياسه نجمه قطبيه، طلت عقب الليل عليا ملم بالتفاصيل، ما شاء الله. الله وحد، الله وحد. نتفاعل مع سي ابراهيم ولا خليه يكمل؟ لا 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 تفضل، عايشك يا سي ابراهيم، تنازل وتواضع وازلك الكلمه. لا لا، شوف صديقي، اذا عندي اخطاء تاريخيه ماذا بيا تصلحها للمشاهدين، وهي قليله جدا. دورك ما كاش تولي تواطأ. لا لا ولي تواطأ في لا لا على المباشر، لاني انا اعلامي ربما ملم ببعض الحاجات، ولكن المؤرخ هو ملم اكثر مني. مسؤوليه تاريخيه. هو بالنسبه لوجود المسرح في قصر قرطاج، باعتبار ان باش نعطي معلومه تاريخيه برشا يعرفوها ربما، انه زعيم حبيب بورقيبه كان يؤمن كثيرا بالمسرح، وكان يعتقد ان المسرح له دور كبير جدا في توعيه الشعوب. وهو نفسه كان عندما كان تلميذا في الصادقية خلال فترة الوجود الفرنسي في تونس، كان يقوم بتمثيليات
وطنية بمسرحيات وطنية مع بعض شباب صادق مثل طاهر صفر وصادق بوسفارة والحبيب جا وحده وغيرهم ومع بعض الشخصيات الأخرى. وهذه هذه الروايات كانت ذات منحة وطني والتزامي واضح، مثل رواية صلاح الدين الأيوبي، رواية خالد ابن الوليد، يعني كل الروايات التي من شأنها أن تبعث الحماسة وتعطي انطباعا للجمهور الحاضر بأن مجدهم الذي فقدوه في هذه الفترة، فترة الاستعمار الفرنسي، يجب أن يستردوه، وذلك من خلال التذكير بعظمة هذا الماضي وما قام به الأباء والأجداد من قبل. هذا التوجه كان موجود وشارك أكثر من مرة الحبيب بورقيبة في هذه المسرحيات التي تم عرضها. بالنسبة لما ذكره السيد الوزير السابق، أعتقد أنه كلام في العمق، وهناك حتمية. صحيح هناك بعض الخلافات موجودة، لكن هذه الخلافات أعتقد بين الجزائر والمغرب، وحتى كانت من قبل بين تونس والجزائر، دائما هي سحابة صيف عابرة. أنا أؤمن بأن قال الكلمة الدكتور محي الدين عميمور، والثقة دائما موجودة. هي الثقة دائما موجودة خاصة بين الشعوب، سأكون صريح، يعني مهما تحدث بين الخلافات بين الأنظمة، بين القيادات، بين الزعامات، لكن الثقة لا تفقد تماما بين الشعوب، بين شعب تونس والجزائر والمغرب الأقصى. رأينا ذلك حتى في الكرة بين المنتخب الجزائري والمغربي، رأينا كيف كانت الجماهير المغربية والجزائرية تتفاعل مع هذا الحدث. هناك هذا معطى أنا متأكد منه، بأن هذه الشعوب تؤمن حقيقة بأن هي شعب واحد. لديها عندما تذهب إلى الجزائر تشعر وكأنك في تونس، عندما تذهب إلى المغرب تشعر وكأنك في تونس أو في الجزائر، والعكس أيضا صحيح. وفي ليبيا أيضا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الشعوب مثل ما كان من قبل، ماضيها مشترك وتقاليده هي نفسها وتاريخها تقريبا هو نفسه، والمحن التي تعرضت إليها هي نفسها، أيضا مصيرها تدرك جيدا بأن مصيرها واحد وهو نفسه. وهذه الشعوب هي بوصلتها لا يمكن أن تضيع أبدا، وتعتقد اعتقاد جازم بأن لا حل لها إلا في أن تكون هناك وحدة حقيقية بين أبناء الشعب الواحد وليس بين أبناء الشعوب الثلاثة أو الأربعة. فعلا. أنا نقطة بركة نحب أن نوضحها ونذكره سادة المشاهدين، أنه المسرح اللي موجود في قصر قرطاج من أجمل الأشياء، صارت طرفة لأنه كانت عام 82 تعرض مسرحية فيها الفنان القدير ربي يحفظ ويشفيها سي حسين المحنوش، وكان تمثل فيها كذلك دليل المفتاح، وكانت كوكبة من الممثلين لتجسيدا للسيرة الذاتية للبطل الجنوبي الشهير منصور الهوش اللي عاش في سنة 1800 وكانت المسرحية تنتهي يعني بأنه لا بطولات ولا زعامة إلا زعامة البطل الأوحد منصور الهوش، وغضب عليهم زعيم بورقيبة وطردهم، بالرغم أن المسرحية متحصلة على جوائز يعني مسرحية كبيرة في مسابقة مسرحية، وطردهم وحرمهم حتى من المكافأة لأنهم كان بعد عروض العروض يستقبلهم ويحكي معهم يعطيهم ظرف يعني فيها مكافآت لكل الشخصيات، وقاعدة طرفة كبيرة من اللي كانوا ماشيين يعني أنهم باش يتميزوا فرحانين خرجوا مبهذلين يجريوا لأنه ذولي بالبكيت تتخلى عليهم اللي يجي قدامه يضرب فيه، رحم الله زعيم بورقيبة. وقاعدة الحادثة هذية يتندروا بها المسرحيين. لا فعلا انا علاش حبيت نعرج عليها، كونه البارح فتح المسرح نتاع قصر الرئاسي بكرتاج، هذاك معناتها من مظاهر الاحتفاء بالنسبه للرئيس عبد المجيد طبون. وكما كنا نحكيه ان العلاقات هذه صحيح ان وقت اللي تبدا العلاقات بين قيادات البلدان هذيك راهي تسهل في عمليه الاندماج، ولكن كما كان يحكي صديقي منذ حين انه راهو الاندماج ما نجم يتم كان بين الشعوب. يعني انا من منطقه يعني حدوديه من ولايه الكاف، ونعرفوا احنا العلاقات معناتها مع الكافيه والجهات الموجوده على الحدود، والعلاقات خاصه من الجهه الاخرى نتاع سوق هراس، علاقات فما علاقات نتاع مصاهره، فما علاقات نتاع معناتها الدم
مش الدم معناتها اللي صار في سيدي يوسف، قرابة دموية موجودة. ونعرف زاد نفس الشيء بالنسبة للجنوب التونسي والعلاقات اللي موجودة في ليبيا. نعرف أيضا المغرب مليح ونعرف الجزائر مليح، ونعرف ما بين وجدة اللي موجودة على الحدود المغربية وما بين وجدة اللي هي على الحدود المغربية وما بين حتى وهران، حتى توصل حتى الوهران العلاقات زادة بين متساكني الضفتين بين ومنا الحدين منا ومنا، والحد الموجود اسمه جوج بغال. تعرف الحد الموجود بين المغرب والجزائر حد اسمه جوج بغال. ونحب نذكر حادثة في وقت ما زادة العلاقات بين تونس والمغرب تدهورت، والمغرب فرضت التأشيرة على التوانسة. وأنا كنت ماشي أنا برفقة صديق في السيارة ماشيين للمغرب، وقت اللي وصلنا لجوج بغال منطقة جوج بغال رجعونا، وأنا كنت وقتها نخدم في جريدة لابريس. ولكن فيما بعد وقت اللي رجعت لهنا تم الاعتذار لي رسميا ولجريدة لابريس من طرف سعادة السفير المغربي، ومكنوني من التأشيرة باش نرجع. بالتالي هذه المشكلة هذه تو نشوفوا احنا بين، والله وقت اللي تبدا في اوروبا ما تفيق روحك اللي انتقلت من بلاد لبلاد الا وقت اللي تشوف اللغة. باش تنتقل مثلا من فرنسا الى المانيا ما تلقى حد شيء قدامك، ولكن تلقى وقت اللي تشوف بلاكة باللغة الألمانية تعرف روحك اللي انت دخلت الألمانيا. احنا وقتاش الشيء هذا يتنحى الحدود هذه وتتنحى على الأقل، خلي معناته ولا لا المبادلات التجارية، ولكن أيضا المرور بالنسبة للبشر أهم بكثير أحيانا من المرور بالنسبة للسلع. إذا كان نحكيه على الاندماج، وقت نحكيه زادة أيضا على الاندماج الاقتصادي، يجب توحيد زادة الإجراءات القانونية. راهو الإجراءات القانونية تختلف من بلد إلى آخر، وإحنا نعرف خاصة الاستثمار في تونس عنا قوانين مكبلة ما أنزل الله بها من سلطان، منفرة طاردة للاستثمار الأجنبي. فما بالك إذا كان أنت باش تفرض رسوم مثلا على الجزائريين ولا المغاربة ولا الليبيين، ولا الطرف المقابل زاد يفرض رسوم على التوانسة، تولي راه ما عادش تنجم أنت تيسر عملية هذه المرور السلع ومرور المواطنين من هذا الطرف ومن ذاك. احنا ما شاء الله يعني راه 100 مليون موجودين في المنطقة المغاربية، ولكن مع الأسف أنت تشوف المبادلات التجارية بين مختلف البلدان هذه لا تتجاوز حجم 3% فقط، في حين احنا وقت نتحدثوا عن مبادلات بينه وبين الاتحاد الاوروبي اللي هو الشريك الاول تتجاوز 80%. وتحب انت نحكيوا على اندماج وتبادل تجاري وتبادل سلع وتبادل الى غير ذلك، احنا ساعات نلقاو حتى منافسه غير شريفه بالنسبه لبعض المواد في الاسواق الاجنبيه. ما نحبش نحكي على المواد هذه باش ما يمشيش الظن كونه باش نتهموا بلد او اخر، ولكن احيانا نقول با عنده الحق. احيانا وقت اللي كيما احنا وقت اللي صارت لنا ونقولها، وقت اللي احنا صارت لنا الازمه نتاع الفوسفات، وقت اللي كنا احنا بارمي دي 5 برومي، البلد الاخر الشقيق اللي هو المغرب ابروفيتي وطورت الانتاج، عمليه الانتاج نتاعو وطور التصدير. والشريك نتاعك اللي كان انت يستورد معاه من عندك في الفوسفات، وقت اللي انت تتفق معاه كونه في تاريخ المعين مش تلقى الكميه نتاعو، يجي ما يلقى حتى شيء تقول له غالب الانتاج موقف، يولي يتجه لجهه اخرى ما تنجمش تلوم عليه. التنسيق ينجم يكون على المستوى هذا. اليوم كان ضيفنا في راديو ماد معناتها السيد الطيب البكوشي اللي هو الامين العام لاتحاد بلدان المغرب العربي، بطبيعه الحال هو عنده ما يسمى بالوبليغاسيون دو ريزيرف، ولكن في الكواليس يحتي يقول لك مع الأسف الكلفة كبيرة وكبيرة جدا، وهو بيدو يقول أنه يعمل في مساء على الأقل يحاول لتقريب وجهات النظر. ويليت لهنا تونس ورئيس الجمهورية قيس سعيد ينجم يلعب دور بين البلدين الشقيقين. واضح خالد هو الثقة كما قال سي محدين ميمور، وهذا في تفاعل مع ذكر صديقنا سي إبراهيم، هي الثقة بين الشعوب موجودة ولا نشك ولا شك ولا نقاش فيها. بقي الثقة بين القادة. نحن نشعر أن على الأقل بين تونس والجزائر هناك ثقة مطلقة وهو أمر محمود، ونرجو أن تكون هناك ثقة أيضا بين ما ننساوش اللي في فترة معينة الثقة هذه فما سارتينات، وفما خاصة على مستوى الملف الإرهابي صارت تسريبات وصارت، ما ننساوش النقاط هذه في فترة معينة بين تونس والجزائر، ما صار انه صارت تسريبات على مستوى وزارة الداخلية، وهذه المعلومة الناس كل تعرفها. ايه صار لا نحكي لك انت ايه بالفعل ايه نعرف، لكن على الاقل الحجر لكن هذا ما منعش من انه التنسيق بقي من
النقاط اللي ممكن احنا تعرضنا له، وانت كنت معانا البارح في البث المباشر المشترك خالد عبيد مع التلفزيون الجزائري، لانه من اهم النقاط زادة هذا التعاون الاستخباراتي وكذلك التعاون الامني بمختلف الفروع الامنيه يعني في تونس والجزائر على المسائل الحدوديه، اللي خلينا زاد تعاوننا لتطويق العمليات الارهابيه على المستوى الحدود، وكذلك القوات الامنيه التونسيه قضت على رموز مهمه زاد ارهابيه جزائريه وعالميه وكذلك زاد ما ننكروش الدور المهم زاد الاستخباراتي الجزائري في دعم هذه حرب تونس على الارهاب. هو هذا امر حتمي، لان الارهاب لا يعترف بالحدود بين الدولتين. هو الارهاب بالنسبه اليه يستهدف تونس والجزائر في ذات الوقت، لا يهمها سواء كهذه او تلك. والاهم من كل ذلك باش نبينوا انه التنسيق لم ينقطع والثقه بقيت، بالرغم من الحادث الطارئ تاع 2014، انه عندما يكون هناك بعض المواجهات تحدث ويقوم بها الجيش التونسي او القوات الامنيه والعسكريه التونسيه على الحدود فيما يخص في مناطق هذه الجبليه تجاه مع الارهابيين، نجد ان الجيش الجزائري يقوم بارسال الكثير من الجنود على طول الحدود، وذلك كي يمنع إمكانية هروب هؤلاء إلى الجزائر، وبالتالي معناها لن يجدوا لهم من حل إلا أن يقعوا في أسر القوات التونسية. طوق من هنا ودرع من غير. والعكس أيضا صحيح، والعكس أيضا صحيح، وهذا دليل على أن هذا التنسيق هو موجود ولا يمكن أن ينقطع لما فيه مصلحة البلدين قبل كل شيء. ما بعدنا نرحبوا عبر الهاتف بسعادة السفير سي عبد المجيد الفرشيشي، أكيد السفير السابق بالجزائر الشقيقة. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور، أهلا بك، كيف أخبارك؟ يعيشك الحمد لله بخير، وسعداء أنك معنا عبر الهاتف في البلاتو، تمنيناك تكون معنا في البلاتو إن شاء الله في مواعيد لاحقة سعادة السفير. أكيد حضرتك يعني منذ تحية ليك وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل للأسف كنت مش موجود في تونس العاصمة. الأخوة تعرضوا لعدة نقاط هامة في مجال فيما يتعلق بالزيارة، وزيارة الدولة اللي قام بها فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون. فعلا زيارة دولة بامتياز، وشفنا في المظاهر البروتوكولية والمظاهر الاحتفالية، وربما أنا اللي نقطة نعرج عليها وتعرضوا له الأخوة اللي هي عدد الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها. يمكن خاصة لاحظوا قالوا نأمل أن تكون أن لا تكون حبرا على ورق. في الواقع الاتفاقيات هذه مصنفة ومتنوعة ومتعددة في عدة مجالات، طبعا فيها في المجال التجاري، في المجال الأشغال العامة، في مجال المناطق الحدودية، في مجال التوأمة، وفيها مسائل تتعلق في مسائل ربما الزيارة فيها مجالب سياسية وجوانب تهم التعاون. مجال السياسية فيما يتعلق التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، لكن كذلك على المناطق الإقليمية في الوضع في ليبيا، الوضع في المغرب العربي، الوضع في دول الساحل والصحراء، يعني متنوعة ومتعددة. وكذلك في مجال التنسيق الأمني، وشفت الأخوة لو ركزوا على الجانب هذا، بالفعل أن مسائل التنسيق الأمني هي ترجع لعدة سنوات، خصوصا نذكر زيارة تاع 2014 في حكومة السيد مهدي جمعة اللي في تبسة، وكان اجتماع هام ونسقوا فيه وقالوا إذا كان ثم إمكانية ندخلوا العمل الميداني، كفانا شعارات وتبقى الاتفاقيات حبر على ورق. هناك تنسيق ميداني يومي وفي عمل استخباراتي وعمل أمني على مناطق الحدود، على المجال في على الحدود، على الحدود بين البلدين. في مجال التعاون، طبعا مجال التعاون تهم عدة قطاعات، شفناها أن في المجال الطاقة، طبعا احنا شفنا في بعد جائحة كوفيد حتى بالأكسجين، وشفنا كذلك حتى التسهيلات اللي قام قدمتها الجزائر لتونس بخصوص الأسعار التفاضلية حتى في مجال الطاقة. وكذلك ما تنساوش أن في
الانبوب الغاز العابر الى ايطاليا، ثم تونس ترغب في ان تكون تاخذ حصتها اكثر من بخصوص العائدات اللي بالنسبه للغاز الطبيعي الخارق اللي يمر عبر تونس. فعلا سعاده السفير، فعلا يعني مجالات اخرى في مجال التوأمه يعني كذلك بعض المدن مثلا وهران سوسه هو ما نستحضرش القائمه القديمه فعلا سعاده السفير واضح. ايوه نعرفك تبع في الزياره ونعرفك معناها ملم بالكثير من التفاصيل لانك معناها كنت سفير غادي، لكن النقطه اخيره بايجاز يفضلك بعد هذه البروتوكولات اي تعاونات اقتصاديه يجب التركيز عليها لانك انت كنت قريب يعني من الاقتصاديين رجال الاقتصاد سواء من الجانب التونسي او الجزائري. شكرا. انا تو انتبع في الزياره كملاحظ ومتابعه ولست كفاعل، يعني ما عديت في الزياره لاني خرجت على المجال، لكن هناك اتفاق تجاري التفاضلي الموقع في مارس 2014، هذا كان على الاقل بعض لسهوله تمرير السلع بين تونس والجزائر، تقريبا في ضم اكثر من 800 ارتيكل معناها فصل بخصوص المجال التجاري، هذا في حاجه الى مراجعه منتظمه لحتى يسهل عمليه تدفق السلع في كلا الاتجاهين. احنا نسعاو مثلا باش نوظفوا السلع نتاعنا وتجارتنا في الجزائر، وكذلك بالنسبه للجزائريين يهمهم كذلك الدخول واقتحام السوق التونسيه، وهذا طبعا يحتاج الى مراجعه دوريه ومنتظمه للاتفاق التجاري التفاضلي. واضح سعد سفير، جزيل الشكر وشكرا على تدخلك معنا، وان شاء الله في مواعيد لاحقه وقادمه تكون حاضر معنا في البلاتو. احلى الاماسي. شكرا شكرا لك. يعيش باش نمشيو ناخذ كذلك الدكتور محدين عميمور نعرفه زميل مشترك اكيد اي مشترك صديق بالفعل وقام الحقيقه سياسيا نحترموها دكتور محدين عميمور، جزيل الشكر. نمر شكرا لك. نمر الى مكالمه هاتفيه اخرى الان من الجزائر ومعنا الاستاذ جلالي عماري مدير الاخبار بالتلفزيون الجزائري. مساء الخيرات استاذنا. مساء الخيرات والنور. يعيشك، مرحبا بك وشكرا على كامل التنسيق وعلى رحابه صدركم وتعاونكم اللامتناهي من اجل انجاح هذا البث المشترك الحقيقه اللي الاول من في نوعه يعني البارح. جزيل الشكر. كيف تابعتم يعني هذه الزياره كجانب جزائري للرئيس عبد المجيد تبون لتونس؟ نعم اختي، اولا تحيه لكم في عملكم الدؤوب. البارح كتبنا التاريخ كزملاء حينما أسسنا لبناء لبنة جديدة من لبنات التعاون الإعلامي على الأقل في مجال تخصصنا، وهو أن التلفزيون الجزائري والوطنية التونسية تؤسس حقيقة إلى عمل تلفزيوني رائع في شراكة ملموسة تجسد تلك العلاقات الوطيدة منذ التاريخ، وتجسد كذلك ذلك اليوم المشهود الذي توجته زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي كللها أو كللت هذه الزيارة ب 27 اتفاقية، وكما وصفها الرئيس قيس سعيد بأنها زيارة تاريخية بحجم تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. فنحن كإعلاميين أولا تابعنا هذه الزيارة بيوم تقريبا يوم مفتوح، وبذلك البرنامج المشهود الذي كان بالتنسيق معكم وبالجنود الخفاء عندنا وعندكم وبالأفكار الثرية عندنا وعندكم، فهذا هو العمل الإعلامي الرمزية الموجودة بيننا وبينكم وقيدة في التاريخ، وهي الآن تتشرف إلى مستقبل زاهر في هذا الحاضر الذي تملأه تلك العلاقات السياسية تقريبا النموذجية بين الرئيسين، حينما يقول رئيسنا الرئيس عبد المجيد تبون أمن تونس من أمننا، وحينما يقول قيس سعيد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقاسمنا معكم الهواء فتقاسمنا معكم الحياة، فهذه عبارة هذه تقريب رسالة للداخل ورسالة للخارج بأننا شعب واحد دم واحد بأننا أخوة.
وشكرا لك الحقيقة، سعدنا بالتعاون معكم والتعامل معكم، وإحنا إخوة خاوة، جزيل الشكر. تفضل خالد عبي. ربما نجم نقولها مع سي جلالي. لا شكرا لك سي جلالي، نورتنا وشكرا على التعاون. تفضل عايشك، مع السلامة. تفضل خالد لانه نختم. وعلاش خاطريت الوقت انه انت تحياتي لسجلاني. انا حبيت نقول ان قدرنا ان نتوحد وما يجمعنا اكبر بكثير مما يفرقنا. شكرا. نضيف ولب القول ما قلت خل الوقت انتهى. لا نضيف كلمه واحده، هو يجمعنا البرنوس والكسكس، هذه خاصه الكسكسي يجمعنا ونتحب نترحم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن شكرا لكم مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة. نلتقي غدا إن شاء الله في لقاء خاص أكيد في نفس التوقيت، بداية من الساعة 6 إلى 8 أكيد التلفزة الوطنية الأولى، باش تكون في رصد ومتابعة خاصة لعيد الثورة 17 ديسمبر مباشرة من مدينة وولاية سيدي بوزيد. غدوة نتلقاو من 6 إلى 8 في الوطنية الآن، كونوا في الموعد، تصبحون على خير، وبقية مشاهدة طيبة لبرامج الوطنية الأولى.